دي مع حضراتكم، وبهني كل أساتذتي وزملائي وإخواتي بقسم الأشعة بطب بنها على نجاح هذا المؤتمر. Now the first topic in this session, session 12, is about the radiology report guidelines by Professor Ragab Hani. تفضلي فانس. Thank you, Mr. Chairman. بسم الله الرحمن الرحيم. السيشن دي طبعا هتهم الراديولوجيست ان هم هاو تو رايت ستاندرد راديولوجي ريبورت. طبعا زي ما انتم عارفين في عندنا حاجه اسمها امبورتنت اوف كوميونيكيشن. طبعا الاستاذ دكتور رشا طبعا بما انها صحه عامه وجوده فهتعرف كده ان في لازم يكون في عندنا افكتيف كوميونيكيشن بين الراديولوجيست والريفيرنج فيزيشن. فالكوميونيكيشن بيننا وبينهم بتبقى حاجتين، هم بيبعتوا لنا راديولوجي ريكويست في الكلينيكال هيستوري بتاع العيان وفي الاكزامينيشن اللي هو يعني ريكوايرد، واحنا بنرد عليهم برضو اوفيشالي بالراديولوجي ريبورت. طبعا الراديولوجي ريبورت دوه اوفيشال دوكيمنت باي ويتش راديولوجيست كوميونيكيت وذ اند انتربريت الايمجينج فايندينجز، وطبعا ده لازم يتعمل بكواليفايد راديولوجيست، مش اي حد يكتب راديولوجي ريبورت. طب احنا ايه اهميه الراديولوجي ريبورت؟ لو احنا بصينا عليها كده وشفنا جنرالي الفيزيشن بيشوفوا ايه، هاو دي يعني سي ذا راديولوجي ريبورت، لقينا ان موست اوف ذا فيزيشن وكلينيشنز يعني مور ذان 69% they depend on the radiology report. بيقروا الراديولوجي ريبورت وبيعرفوا الفايندنجز اللي فيه ايه والاور كونكلوجنز، وبيساعدهم كتير في التشخيص. واونلي ماينوريتي يمكن about 3% اللي هم they don't care about the radiology report. في بعض الاتيتيود كده، في ناس تقول لك I want to see the image by myself, I will not depend on a radiologist to interpret the case. But 70% of the clinicians depend on our report. So we have to care about the standard of the radiology report. الراديولوجي ريبورت طبعا في ميني ليتريتشرز وكان في ميني جايدلاينز موجوده في الراديولوجي يعني بوكس والراديولوجي بيريودكس اباوت ستاندرد اوف ذا راديولوجي ريبورتس على مدى سنين لغايه ما وصلنا ايه اللي عندنا، ان هو الراديولوجي ريبورت ماست كونتينز، مش ماست كونتينز it has to contain 8 elements. ال 8 elements دول منهم عندنا 4 mandatory، يعني مفيش راديولوجي ريبورت ما يطلعش الاربعه دول لازم يكونوا موجودين فيه، و another 4 اللي هم بيكونوا ايه يعني according to the situation. ايه هم الفور mandatory elements دول؟ عندنا البيشنت ديموغرافيك والريبورت ستيتس، وعندنا التكنيك اوف اكزامينيشن، الايمجينج فايندنجز والكونكلوجن. يعني اي راديولوجي ريبورت لازم يكون الاربعه دول موجودين فيه. في اذر اليمنتس ثانيه ممكن موديفايد او تيلورد حسب الكونديشن، منهم الهيستوري وكلينيكال انفورميشن، وهنقول امتى نقولهم وامتى ما نقولهمش، الكومباريزون ويز براير ستاديز، وفي عندنا الريكومنديشن وكواليتي ايشوز في الاخر. البيشن ديموغرافيك دي لازم تتحط اولا فور ميديكو ليجال ايشوز، ولازم احنا قبل ما نشوف نكتب الريبورت بتاعنا نتاكد من اسم العيان بتو ايدنتيفاير ان هو اسمه وبفايل نمبر او باي دي ان هو الافلام دي بتاعه المريض دوا قبل ما نكتب. طبعا دلوقتي ثانك فور كمبيوترز اند باكس وريس سيستمز ان هي الحاجات دي كلها بتجي لنا اوتوماتيك، بس برضو واحنا بنحط برضو لازم نتاكد من الاسم المريض والحاجات دي. طبعا الايج والسكس مهمين جدا عشان الدياجنوزس، طبعا في حاجات بتيجي في اليانج ايج، في حاجات بتيجي في اولد ايج، فلازم نحط في كده. الاكزامينيشن نيم والديت والتايم دي مهمه جدا فور ايه ميديكال ليجال ايشوز، يعني العيان ده اتعمل امتى في الوقت الساعه كام، وعشان طلع فيه لو في عندنا حاجه ميديكال ليجال ايشوز. ريبورتو ستيتس دي برضو لازم نحطها، الريبورت دو هل هو دو فاينل ريبورت ولا دو بري ليمينري او انيشال ريبورت، لازم نكتبها في الريبورت بتاعنا. لو الريبورت ده بيتكتب بجونيور راديولوجيست وهيكتب اللي هو الانيشال ريبورت، لازم يكتب قصاد كلمه كبيره كده قبل ما يكتب دو بريمينري ريبورت والفاينل ريبورت ماست بي فيريفايد او ابروفد باي ذا سينيور راديولوجيست. الهيستوري اند كلينيكال انفورميشن طبعا دي مهمه جدا، مهمه جدا ليه؟
عشان احنا الراديولوجي ريبورت اللي احنا هنبعته او المريض هياخده معاه مش هي ممكن المريض ما يرجعش لنفس الطبيب بتاعه يروح لانذر كلينيشن، فلازم يعرف المريض ده كان شكوته ايه عشان يعمل الفحص دوا. تمام. وممكن الريبورت بتاعنا دوا والافلام دي تروح لاذر راديولوجيست عشان يقرا ياخد انذر اوبينون المريض نفسه، او الدكتور ياخد انذر اوبينون. فلازم يكون في، لو في عندنا كلينيكال هيستوري بتاع العيان بنكتب شورت كلينيكال هيستوري واسمها ايه ريزون فور اكزامينيشن. وبرضو في حاجة تانية، ان لو العيان لو الطبيب نفسه بيكتب لنا حاجات معينة في الريبورت نكتبها له. يعني واحد بيقول ايه رايت مثلا إليك فصة بين تو اكسكلود ابنسايتس، نكتبها له فوق عشان احنا في الاخر we have to answer this questions and we have to mention this for him. ولازم نبص على بيقولوا على الافلام بعين الفيزيشن نفسه. الكومبارزون برايور ستاديز، طبعا لما يكون في برايور ستاديز افيلابل سواء ريبورت او افلام لازم نبص عليها. وهندي امثال كده، المريض دوا يعني تشايلد وعنده هنا في ديستراكتيف بوني ليجن موجوده في الميتافيزيال ريجون بتاعه التيبيا. تمام. لو العيان دوا عنده برايور اكزامينيشن، احنا بندور لقينا في عنده برايور اكزامينيشن قبل كده، العيان ده معمول له من 12 يوم فحص قبل كده وكان نورمال، يبقى الاجريسيف بوني ليجن اللي موجوده هنا دي لا يمكن تبقى تيومر. هي كان بي بيولوجيكال اكتيف تيومر، كان بي اوستيومالايتس. في وذين 12 دايز التشخيص بتاعنا هي ايه هيختلف، ان احنا دوا ذيس از ا كيس اوف اوستيومالايتس اند ذيس از نوت اي اوستيوجينيك كارسينوما. ده مهم جدا. مهم جدا برده في حالات الايه الشيست، لما يكون عيانين معظم العيانين بتعمل شيست روتين، والشيست اكس راي دي الموست ريكوايرد اكزامينيشن على مستوى العالم. نشوف العيان اذا كان عنده اولد فيلم، زي العيان ده عنده ليفت هايلر ماس كبيره كده، لو بصينا عليها من سنه هنلاقي الماس دي كانت صغيره، يبقى ذيس از ا كيس اوف برونكوجينيك كارسينوم. فلازم نكتب التكنيكال ديتيلز دي، عندنا حاجتين بتتقسم لحاجتين، يا اما تكنيكال ديتيلز للاكزامينيشن يا اما للبروسيجرز. لازم نكتب ايه في عندنا التكنيكال ديتيلز المهمه. زينا لو احنا بنبص على عيان مثلا ام ار اي عشان حاله ستروك، فلازم نكتب ان احنا عملنا مثلا ديفيوجن ويتد ايمج للعيان دوا عشان نقدر نقول ان العيان ده عنده ريسنت انفارشن او ما عندوش ريسنت انفارشن. لو بنشوف حاله ام ار ماموجرافي لازم نكتب التايم انتنسيتي كيرف ويترسم ونعلق عليه في الفحص عشان دوا اوف يعني ايه امبورتنت ايمجينج فايندز. الفيز كونتراست طبعا لو هو ايرلي ولا ديليد ولا كده. في بعض الفحوصات اللي هي بنسميها روتين ما بنكتبش فيها الايه الليمجنج ديتيل، زي النان كونتراست سكان اوف ذا هيد، الكورونال سيتي سكان بتاع البارانيزال ساينس، ما فيش داعي نكتبها على السن، هي روتين ومعروفه بمعظم الناس. الكونتراست ميديا والميديكيشن لازم نكتبها، العيان خد كام كونتراست ميديا، نوع الكونتراست ميديا دي ايه، خدها اي في ولا اورال ولا ريكتال. تمام. ولو العيان حصل ادفيرس رياكشن من الكونتراست ميديا ده لازم نكتبه في الفحص. ليه؟ عشان لما يجي العيان ده يعمل ريبيت الاكزاميشن تاني بعد مثلا سنين او شهور ونكتب له ان في حصل ادفيرس رياكشن الكونتراست ميديا، يبقى الدكاتره هتاخد بالها من الموضوع ده. في بعض الجي سي اي ريكومنديشن من 2015 بيقولوا لازم نكتب السي تي دوز، طبعا دي ايه شويه بقى ايه مع الكواليتي والحاجات دي هنبتدي نكتبها في التقرير بتاعتنا، مجبرين عليها. لو هنعمل حاله انترفينشن فيها بروسيجرز لازم نكتب طبعا الديتيلز بتاعت البروسيجر دوت، اللي هو ايه هناخد ايه اللي هنعمله، اللوكيشن بتاع الليجن ايه، هنستخدم انهي تيوب، هنستخدم انهي كاستر، السايز بتاعها، هنعملها اندر التراساوند ولا ايه اندر سي تي جايدنس، عملنا اسبيريشن ولا خدنا كور بايوبسي، بعتناه للمعمل ولا لا. كل الحاجات دي وي هاف تو رايت في حالات الانترفينشن راديولوجي. عندنا الحاجه المهمه جدا imaging findings، والimaging findings اسم حاجتين، يا اما positive imaging findings يا اما negative imaging findings. اي باثولوجي بنشوفه لازم نكتبه ليها اللي ندوها ايه بناء عليها نحط التشخيص بتاعنا. تاني حاجه نبص على الاورجانز، هل الاورجان لو في عندنا اي اورجانوميجالي لازم نكتبه في التقرير. لو في عندنا حالات فيها سبيشال ميجرمنت زي حالات البريجننسي لازم نكتب برضو ايه الميجرمنت بتاع ايه البريجننسي من ناحيه الايج والويت والحاجات دي. النيجاتيف ايمجينج فايندنج بنكتبها امتى؟ لما تكون ليها امباكت على العيان. تمام. زي مثلا ايه بعد التروما ما فيش نو اير اندر دايفرام.
في حاجات مش لازم نكتبها في التقرير، كلمات معينه بتلخبط التقرير. انا بس هاخد دقيقتين زياده كده. زي كلمه اتيبيكال واسيمتريك وديناميك، دي لما بنكتبها في التقرير لو احنا حطينا مسافه بين كلمه اتيبيكال بتتحول على طول من هي الى اتيبيكال الى تيبيكال. فاحسن حاجه نكتب بدل منها كلمه نان تيبيكال او نان سيمتريك او نان ديناميك. طبعا كلمه برضو داي ما بيحبوش يكتبوها في التقرير، نكتب كونتراست بدلها. ايكولوسنت ما نكتبهاش وسونولوسنت ما نكتبهاش. تمام. ان هوموجينس، لو واحد بيكتب ايه ان هوموجينس ستكشر، يعني انت قصدك ايه هوموجينس ولا هيتروجينس؟ ما فيش حاجه اسمها ان هوموجينس، يا هي الحاجه يا هوموجينس يا هيتروجينس، ما فيش بينهم حاجه في النص. عاوز تكتب حاجه في النص اكتب مايلد مثلا او اكتب فاين او اكتب كورس بالطريقه دي. الايرلي احنا بنكتب برضو في التقرير كلمه ايرلي اوستيوارثرايتس، ايرلي سبوندلوزس. يعني ايه قصدك بايرلي؟ معناها ايه؟ ان هو مايلد فورم، ما تكتب مايلد فورم، سلايد سلايد فورم، ولا هو ايرلي عشان هو حصل في عيان صغير في السن. كلمه اي في بي وكي يو بي برضو ما بنحبش نكتبها، بنكتب اي في يو وبلين ابدومين. في بعض الحاجات كده طبعا اللي عاوز يطلع عليها موجوده كلها. كلمه اوبيز برضو بتضايق العيانين لما تتكتب في التقرير. كلمه ستيتس بوست اوبرتيف ما بيحبش الناس. يعني ستيتس بوست اوبرتيف معناها ان هي كونتينوس كونديشن سينس ايه اوبريشن، طبعا ما بيفضلوش يكتبوها. الكونكلوجن لازم نكتبه طبعا في التقرير، وده جزء اساسي في التقرير. وبرده بعد الكونكلوجن لازم هنعمل ايه الريكومنديشن بتاعتنا. الريكومنديشن طبعا ايه بنكتبها، لان في بعض الريكومنديشن مهمه جدا، زي مثلا لو احنا شاكين في حاله اكتوبيك بريجنسي لازم نعمل ريكومنديشن ان لازم العيان تقيس البيتا سب يونتس، عشان ده هيفرق معاها دي اكتوبيك بريجنسي ولا دي نون اكتوبيك بريجنسي. طبعا في من ضمن الحاجات المهمه بالنسبه لينا طبعا اللي هو ايه بنسميها في الراديولوجي اللي هو الريكومنديشن. الريكومنديشن ايه قلنا عليها، والفولو اب. لما نكتب ريكومنديشن نكتب امتى نعمل ريكومنديشن. يعني لو عندي شاكك في فراكشر سكافويد هعمل له بلين اكس راي، لو اعمل له بلين اكس راي يبقى الريكومنديشن بتاعتي افتر ايه 2 ويكس، لكن لو هعمل له ام ار اي اعمله في نفس اليوم. فلازم اعمل لما اعمل ريكومنديشن اقول ايه هي الريكومنديشن والتايم بتاعها ايه، عشان مهم جدا للتقرير بتاعي. الريكومنديشن فيها ديبيت، في بعض الدكاتره ما تحبش الريكومنديشن، ما بتسمعش كلام الراديولوجي، دونت فولو اور ريكومنديشنز. وفي بعضهم بيقول لك ده بريشر عليا عشان اعمل لك فحص تاني ولا اعمل لك اكزامينشن تاني. الكواليتي ايشوز مهمه جدا طبعا، اهم حاجه لو في عندي ارتفاكت لازم تقولها. تمام. العيان تخين عيان رفيع. الديسكريبشن اوف ديكومنتيشن دي اللي هركز عليها، لو انا عندي تقرير اتكتب والتقرير النهائي طلع غير التقرير الاولاني، في لازم اعمل هنا حاجه، اعمل انذر ريبورت او اداندم ان بالفايندنج جديده، واتاكد ان كل الفيزيشنز اللي انفولد في التقرير القديم كلهم يعني ايه انفولد وراح لهم التقرير الجديد بالايه بالنيو اوبزرفيشن. يعني دوا كده طبعا في ستاندرز كتيره طبعا عشان التايم، انا عارف الوقت متاخر واحنا بينطم مش هنركز عليها، بس في ستاندرد درج ريبورت لازم نخلي بالنا منها ونخلي ايه موجوده عندنا في دماغنا، وما ننساش الاربعه اللي هو امبورتنت اليمنتس اللي هو البيشنت ديموغرافيكس والفايندنجز والكونكلوجن، وفي الاخر بنكتب الايه انا نسيت ريكومنديشن. شكرا. Thank you Dr. Ragab Hani for this nice presentation. عشان التايم انا اللي اي